ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. حنا بالضبط من منطقة ولد حمد لتغطية حدث رياضي لمنظم من طرف جمعية الوئام للأعمال الاجتماعية، يعني بمناسبة الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي. وتشوفوا معنا الأجواء هذا الحفل، أجيو معنا. ولاد احمد اللي كنحتفلوا بجمعيه نادي الوئام، الافتتاح كنعملوه على قبل المنتخب الوطني لانجازات كثيره بالنسبه للمنتخب ديالنا، وتحنايا كجمعيه كنحتفلوا بهم ينجح، وكنتمنوا من عند الله الوليدات ولاد المنطقه هما يستافدوا من النادي كجمعيه الوئام، وكنتمنوا من عند الله هاد الوليدات اللي عندنا هنايا ان شاء الله حتى هما واحد النهار يلعبوا في المنتخب الوطني، وحتى هما يفرحوا كيفرحوا المنتخب الوطني، فرح المغرب كامل ويفرحوا حتى هما المغرب كامل ويفرحوا والديهم، وكنتمنوا من عند الله باش الامور تكون بخير وعلى خير. فرحتين، الفرحه ديال المنتخب المغربي اللي بحقيقه حقق ارقام قياسيه وانجاز عبر التاريخ، وحصلنا الحمد لله عالميا المرتبه 11 والمرتبة الأولى عربيا وقاريا، وهذا الشيء يدل على عدة أشياء، أنه النهوض بهذ الفئة الصغرى بخصوص من المنطقة، منطقة ولد حمد، منطقة الرحمة، اللي كتعرف واحد الخزان كبير ديال اللاعبين، ما ينقص هو الملاعب، زاد الملاعب الرياضية، وكذلك التكوين ديالهم والتأطير ديالهم، وهذا الشيء بريضة ديال الوالدين ديالهم، وأنتم شفتوا عبر القنوات التلفزيونيه انه امير المؤمنين صاحب الجلاله نصر الله وايده استقبلت الامهات، وهذا راه عنده دلاله انه الام هي الاولى بالنسبه لاي لاعب كيتمنى باش يوصل، انه خصو يكون كيحصل على الرضا ديال الوالدين.